أغلى لحم في العالم. يعد لحم الواجيو الذي يتم إنتاجه في اليابان أحد أغلى أنواع اللحوم البقرية في العالم، إذ يمكن أن يصل سعر الرطل الواحد من لحم الواجيو عالي الجودة إلى 200 دولار، ويمكن أن تباع البقرة الواحدة بسعر 30,000 دولار، مما يطرح تساؤلا حول سبب ارتفاع سعر هذا النوع من اللحوم. أيضا يعني مصطلح الواجيو هو البقرة اليابانية، ويشير إلى 4 سلالات رئيسية. تربى هذه الأبقار بطريقة خاصة تجعل الدهون في أجسامها موزعة بشكل متساو، لذلك يتسم اللحم باللون الوردي وبكونه طريا جدا. تنظم الحكومة اليابانية عملية إنتاج الواجيو من أجل ضمان قيمة وجودة اللحم، ويصنف الواجيو بناء على عاملين أساسيين، وهما كمية اللحم التي يتم إنتاجها ونوعية طبقة الدهون البيضاء. اليابان يصرح فقط ببيع الواجيو المصنف بين A3 و A5، وكلما زاد التصنيف ارتفع الثمن. لحم الواجيو البقري يحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية، لذلك هو أكثر صحة من اللحوم الأخرى. والسلام.